مساء الخير وحياكم الله في آخر أيام هذا الأسبوع. عندنا العديد من الموضوعات والعديد من التقارير في حلقة هذه الليلة، نلاحق فيها الأحداث داخل المملكة العربية السعودية وأيضا خارجها بسبب أختنا اللي كانت في بروكسل، اللي مقطعها وصلكم تصور على أغلب جوالاتكم، شفتوا أيضا تفاعل السفارة. بنتكلم على هالموضوع في ثنايا هذه الحلقة. نروح لأبرز عناوين حلقة الليلة. إيقاف مواطنة سعودية بسبب ارتدائها للنقاب في مدينة بروكسل، والسفارة توضح الملابسات. الصحة تؤكد وفاة فتاتين وتسجل 8 حالات في مركز التأهيل الشامل بجازان بإنفلونزا الخنازير. والشؤون الاجتماعية تكشف عن ضبط أكثر من 4500 حالة تسول في المنطقة الغربية خلال عام. وبتشوفون معنا أيضا في حلقة الليلة أروى الحميدان أصغر مصممة أزياء وإحدى أوائل الأطفال في المجال التطوعي والاجتماعي. وهشام الزهراني يبتكر أنبوباً آمنة لإيصال اسطوانات الغاز المنزلية بطريقة آمنة تحد من الحرائق. وقصر مارد أبرز المعالم الأثرية والتاريخية في القصيم أنهكته عوامل التعرية. حياكم الله. أوضحت السفارة السعودية في بروكسل أنها تلقت بلاغ يفيد بتعرض أحد المواطنين السعوديين وعائلته للإيقاف من قبل الشرطة في منطقة جراند بلاس السياحية وسط المدينة، الذين اقتادوه إلى مركز الشرطة وأفهموه بأن ارتداء النقاب ممنوع في بلجيكا، وطلبوا منه إبراز جواز السفر للتحقق من هويته وهوية زوجته عن طريق كشف الوجه، فوافق وطلب بأن تقوم بذلك سيدة. وبالفعل حضرت سيدة من أفراد الشرطة وتحققت من هويتها وتم الإفراج عنها، وكانت السفارة قد تواصلت مع مركز شرطة بروكسل اللي أفادوها بمغادرة المواطن السعودي المركزي إلى مكان إقامته، حيث توجه رئيس قسم شؤون السعوديين إلى الفندق للإطمئنان على المواطن وأسرته. طيب، تعليقا على هذا الموضوع، احنا ما بنتكلم عن الشرطة هناك، بنتكلم عن السفارة اللي هناك. من أمس الليل المراسلنا في بروكسل يتواصل مع السفارة، السفارة ترفض التجاوب. هذا ما هو بكيف أي سفارة أنها ترفض التجاوب مع الإعلام، خصوصا في قضية أسرة سعودية. المقطع كان جدا مستفز، الطفل ما يسحب من أمه بالطريقة هذه في بروكسل، والسفارة تجي تقول إن اطمأنينا على الأسرة. أنا ودي أفهم وش معنى الاطمئنان؟ أنه طلعوا من مركز الشرطة؟ طلعوا من قبل أنتم ما تتصلوا؟ ما أنكم أنتم تواصلتوا مع الأسرة وجاء رئيس شؤون الرعاية السعوديين، وينه ما يطلع يوضح الكثير من الأسر السعودية؟ الشيء الأهم من هذا كله أنك أنت تصدر بيان ومع السلامة، وأنا أصدرت بيان ومع السلامة، أيضا هذا ما هو مقبول من أي سفارة تهتم بشأن السعوديين. الملك سمو ولي العهد وسمو ولي العهد دائما يوصونكم بالمواطنين وأنكم تقابلونهم وتلتقون فيهم، إحنا ما قدرنا نوصل لكم أصلا. ترى توسطنا بناس يقربون للوزير ما استطعنا نوصل له، يقولون يعني رجل ما يظهر بالإعلام، ولا هذا ما هو بكيفك أنك ما تظهر في الإعلام. اللي بكيفك أنك تكون تخدم الأسرة، شكل المرأة وطفلها وهو يبكي عشان أمه بعيدة عنه كان جدا مستفز. أي واحد شاف المقطع كان جدا يستفز المقطع هذا، ظهوركم كان واجب عليكم اليوم. طيب، إلى موضوعنا الآخر. بصراحة الموضوع الأول ذا جدا مستفز من قبل السفارة بشكل كبير أنها ما تظهر.
كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية سعيها لإجراء بحوث اجتماعية حيال المتسولين السعوديين بهدف مساعدتهم بناء على نتائج البحث اللي تم عنهم. شددت الوزارة عن وجود عقوبات ستطبق على المتسول في حال كان عمله ناتجا عن عبث وإهمال والديه، هذا إذا كان صغير سن، فيما سيتم ترحيل المتسول الأجنبي إلى بلاده. وكشف فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بمكة المكرمة عن ضبط أكثر من 4500 حالة تسول في المنطقة الغربية خلال العام الفائت. مشهد من مشاهد السلبية المؤثرة على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والأمنية أيضاً. نعم، إنها ظاهرة التسول. التسول أنا أعتقد أنها مشكلة تهدد الأمن الاجتماعي والتعايش، وتعد من الظواهر السلبية المنتشرة في كثير من المجتمعات. قد تنتشر هذه الظاهرة في كثير من البلدان وقد تخلو من غيرها، فما يهمنا هنا هي ظاهرة التسول في بلادنا التي كادت أن تتشبع مدنها الكبرى بها. مدينة جدة على سبيل المثال شهدت زيادة مطردة خلال الأعوام ما قبل الأخيرة، وخاصة في موسمي الحج والعمرة. شددت الأجهزة الأمنية المتخصصة في إجراءاتها بهدف تجفيف منابع التسول في منطقة مكة المكرمة بعد وضعها آلية تسهم في القضاء عليها. نحن لجان مشكلة بتوجيه من إمارة المنطقة للتصدي إلى هذه الظاهرة، ونحاول بشتى الطرق أنه نوقفها، ولكن أنا أقول لك الآن أن نخفف منها. لا تنحصر المسؤولية على الأجهزة الأمنية فحسب، بل ثقافة المواطن حيال تلك الظاهرة خلاص آخر للحد منها بالكف عن هذا. ثقافة كاملة، يعني ما هو جهة واحدة، ممكن الشرطة من ناحية، ممكن الشؤون الاجتماعية من ناحية، ممكن ثقافة المواطنين، يعني حتى إنها منتشرة حتى أصبحت على نطاق واسع. المتسولون ما هم إلا شلة عصابات تحتاج إلى وقفة جادة من خلال فحص الأشخاص قبل منحهم التأشيرات والتأكد من التزامهم بالضوابط الأمنية، فعليهم أن يعوا أن امتهان التسول يعتبر جريمة يعاقب فاعلها وربما يحرم من تأشيرة أخرى، وأن النظام لا يجيز ذلك إطلاقاً. مها حلواني. هذا من زميلتنا مها حلواني في جدة. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف مدير مكتب مكافحة التسول بجدة الأستاذ سعد الشهراني. أهلاً أستاذ سعد. اهلا وسهلا، اسعد الله مساءكم جميعا. حياك الله، طال عمرك. خلال سنه وش اللي صار معاكم؟ اعطينا قصص السنه هذه، اجملها لنا يا سيدي. بسم الله، الحمد لله، الصلاه على السلام والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا ظاهره التسول كما يعلم الجميع اصبحت منتشره في محافظه جده، ولكن بتضافر الجهود مثل ما تضمن تقريركم من الجهات الامنيه المشتركه، هناك حملات ميدانية على فترات مختلفة صباحية ومسائية ترأسها الشرطة، وهناك ضباط في الميدان يقومون بوضع الخطط المناسبة للقبض على المتسولين في المواقع التي ينتشرون بها، سواء كانت مساجد أو مستشفيات أو شوارع عامة أو منتزهات. وهناك أيضا لجان سرية بالتعاون مع البحث التحري للقضاء على التسول من جذوره، بمعرفة من يقوم بإيصال هؤلاء المتسولون إلى مواقع تسولهم، أو بمن يقوم باستغلال هؤلاء الأطفال وتسولهم ممارسة التسول لفترات متأخرة من الليل. العام الماضي تم القبض على عدد 8700 متسول، أكثر من 8000 متسول. هذا العام الماضي متسول. هذا عام 1436. أيوة. العدد اللي ذكر 4500 هو للإناث المتسولات الأجانب. طيب. نسبة السعوديين منهم أقل من 1%، والحمد لله بفضل ما تريح حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز. طيب. من خدمات جليلة للمجتمع. طيب، يعني احنا اللي تكلمنا عنهم 4500 نساء أجنبيات، ها؟ نساء أجانب، نعم. طيب، ونسبة السعوديات اللي مسكتوهم في التسول أو السعوديين عموما أقل من 1%. أقل من 1%. طيب، هذا حسب الإجمالي كامل خلال العام كم؟ لا يحضرني العدد، بس يتجاوز 8000. 8000. طيب، 8704. نعم. طيب، الناس يسألون عن دورياتكم،
هل أنتم لكم دوريات لازم تكون نازلة بالشارع؟ أي طبعاً. أنا طيب. ذكرت في بداية حديثي وين أنا جولات ميدانية. وين أنا؟ طيب بقولك أنا عن نفسي والله ما شفت دورياتكم. سم ألو. أقول أستاذ سعد أنا ما شفت دورياتكم والله مغيبة. أنا زي ما ذكرت جولات هي تنطلق في الميدان بخطط ميدانية من الشرطة. رأس اللجنة ضباط من الشرطة حسب المواقع في الشمال والجنوب والوسط. ممتاز. إذا سألنا عن عدد الدوريات اللي عندنا في جدة كم عددها؟ 8 دوريات على جدة؟ نعم. أستاذ سعد ما تأخذ حارة؟ الدوريات تعمل فترتين صباح ومساء، يعني 4 الصباح و4 المساء. اسمح لي طال عمرك بالنسبة طبعا. للدوريات يعني أهم من الدوريات الوعي لدى المواطن المقيم. ما علينا في يا أستاذ سعد ثقافة المواطن. لا 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 وقف ثقافة ايه. المواطن ونحط على المواطن وفكر المواطن. أرجوك خلينا نجي لكم أنتم 8 دوريات في مدينة زي جدة مقنع لك؟ أحب أوضح هناك دور كبير للدوريات الأمنية شاملة. هناك التعليمات وزارة الداخلية المتسول طيب التسول يعتبر جريمة، يجب القبض على مقتربها من كافة القطاعات صحيح. الأمنية. الدوريات الأمنية تقبض الدوريات خلينا أنا نعم. إذا جبنا الدوريات الأمنية بتكلم عنها أستاذ سعد، بس أنا ودي أتكلم عن مكافحة التسول. أنتم ما عندكم إلا 8 دوريات في جدة بس؟ أحب أوضح إن دور مكتب مكافحة التسول هو مشاركة الجهات الأمنية بالقبض على المتسولين مختلف فئاتهم وجنسياتهم. أستاذ سعد الدور الرئيسي اسمح لي طلع جاوبني طيب بس طيب تفضل. 8 دوريات بس عندنا في جدة؟ مهما يكون عدد الدوريات الأمنية وليس هناك وعي لدى المواطن لن يتم. روح ونرجع يا سعد، لا تروح وترجع المواطن. المواطن مسؤولية الإعلام ومسؤولية الجهات المختلفة أنها تبلغ المواطن وتثقف المواطن، هذا منتهي منه، وحنا أصلاً ما تكلمنا عن الموضوع إلا لتثقيف المواطن وهالكلام. بس بالضبط. أنا أبغى أتكلم عن الجهة الحكومية اللي هي مكافحة التسول، أنها هي ما عندها إلا 8 دوريات في جدة، يعني مكتب إيجار سيارات في جدة يأخذ عنده سيارات أكثر منكم. ولكن إحنا ننظر للجهات الأخرى ماذا تقدم. الآن تشاهد إحصائيات الجهات الأمنية سواء شرطة جوازيات في قبض للمتسولين بمختلف فئاتهم، يعني لا نغفل الجهود الأمنية. ما دورنا اسمح لي طال عمرك. طيب سم دورنا إحنا الأساسي لدراسة وضع المتسول السعودي سواء ذكور أو إناث. طيب والأجانب هناك تعليمات من الداخلية بالقبض عليهم من كافة الجهات الأمنية، تعميم مع صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في 1420 التسول جريمة يجب القبض على مقترفها من كافة خلني أكمل طلبك سمعك من كافة القطاعات الأمنية الأمنية الشرطة الجوازات أي جهة. الآن أنا ودي بس الآن أشير لنقطة، حتى المواطنين بإمكانهم الاتصال على الدوريات الأمنية والإبلاغ على المتسولين. يعني أي دورية تقبض على المتسول. طيب أبشر تفضل. خلاص يعني احنا من الان عشان انتم تقولون انه يجب احنا نثقف الناس، اي مواطن يحصل متسول يتصل على الشرطه ولا يروح مكافحه التسول، صحيح؟ لا غير صحيح. عندنا نتلقى بلاغات في المكتب وتحال الى اللجنه، عمل المكتب يقوم مع اللجنه. طيب. نتلقى بلاغات ايضا الدوريات الامنيه تتلقى بلاغات. طيب استاذ سعد اذا حبينا نتكلم عن عدد اللي يعملون في مكافحه التسول في الميدان، كم نتكلم عن عدد الشباب اللي في الميدان موجودين؟ هناك الوزارة مؤخرا استاجرت سيارات عدد 8 باصات لمشاركة في الميدان للقيام بالحملات الأمنية بالإضافة لعدد المراقبين الموجودين في المكتب والمشرفين. كم عددهم بس إذا ما عليك أمر؟ العدد 20. 20؟ نعم. هل يروحون إشارة واحدة ولا يروحون جدة؟ سم؟ يروحون إشارة واحدة ولا يروحون جدة كلها؟ إذا كان في بلاغ الإشارة ممكن يتجهون الإشارة أو أي بلاغ. أستاذ سعد بس والله أستاذ سعد بس عشان نكون صادقين 20 ما يكون لجدة، ترى جدة كبيرة، جدة هذه ما تجي لسوق في جدة، ما تجي عند إشارة، محتاجين بدل 20 200 ولا لا؟ إحنا نطمح لبذل المزيد من الجهود طال عمرك بالتعاون مع الجهات الأمنية. طيب إن شاء الله. طيب أستاذ سعد أشكر لك هذا التجاوب، أشكر لك هذا الحضور، أتمنى نلقى أرقام إن شاء الله أفضل الفترة الجاية وعدد سيارات أكبر، عشان يعني إذا قلنا نوقف التسول إنه صدق عندنا خطة إن نوقف التسول يعني، والجهات الأمنية أيضا تقوم بعملها. بس إنه أنا أسأل عن مكافحة التسول لأنه حريص إنه يكون عندنا مكافحة تسول حقيقية أقوى من عصابات التسول.
بإذن الله يكون هناك جهود أكبر. بيض الله وجهك أخوي سعد الشهراني مدير مكافحة التسول في جدة، شكرا لك، يعطيك العافية، نتمنى منك تظهر معنا المرة الجاية وفي سيارات أكثر إن شاء الله. أرسل أحد الموظفين في بلدية محافظة الخرمة وعبر مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع مناشدة بمحاسبة المسؤولين المتسببين بإيقاف صرف رواتبهم من شهرين وغير المنفذين الأوامر الملكية القاضية بتحسين وضعهم الوظيفي، مطالبا بإنهاء معاناة 57 موظف في بلدية الخرمة ووضع حل عاجل لقضيتهم. يشار إلى أن هذول الموظفين تم تعيينهم عمل في 432 بنظام بند الأجور، ليتم بعد ذلك تغيير وظائفهم إلى عقود بنظام الساعات. الحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف الأستاذ محسن العتيبي رئيس بلدية محافظة الخرمة. أهلا أستاذ محسن. هلا حياك الله. إذا ممكن نخش في الموضوع مباشرة، ليش تأخرت رواتب الموظفين هذولا؟ طيب إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. في البداية أشكر قناة الإخبارية ممثلة في برنامجكم الراصد. شكرا لك. بشؤون المواطنين. شكرا لك. أما موضوع العاقبين ففي عام 1432 قامت البلدية بالتعاقد مع عدد من المواطنين بعقود تسمى عقد عمل يومي. إيه. للعمل في أعمال حرفية مثل كهربائيين وسائق المعدات وحراس وتجهيز موتى وغيرها. وقد وجه سعادة أمين الطائف المهندس محمد عبد الرحمن مخرج لتصحيح وضعهم حسب الإمكانية وتعزيز بند الرواتب لصرف رواتبهم. طيب. وتم تصحيح وضع عدد منهم وباقي حوالي 63 شخص. طيب. استمرت البلدية بالصرف لهم من بند الرواتب 106 خلال السنوات الماضية. طيب. وفي نهاية الميزانية تم طلب تعزيز البند لصرف رواتب شهر ذي الحجة عام 36 وشهر محرم عام 37. ولم تتم الموافقة على تعزيز البند لأنهم على غير وظائف رسمية. وموضوعهم وصل ولاة الأمر ونامل إيجاد حل لهم لظروف. طيب. ما صرفت الرواتب لأنه المالية رفضت أنه يأخذون رواتبهم ولا لا؟ ما عزز بند 106. المالية اعتذروا عن تعزيز بند 106 بحجة أنهم على غير وظائف رسمية، لأنهم هم على وظائف عقود. ممتاز. طيب. طيب. ليش ما ثبتوا إذا كان لهم إذا كان لكم حاجة فيهم وهذول عيال البلد، ليش ما ثبتوا عندكم؟ كلهم 63 موظف بس. حاولنا طال عمرك في محاولة يعني إحداث وظائف. إيه؟ خلال الفترة الماضية لم يحدث وظائف كافية لهم. استطاعت البلدية تصحيح وضع عدد منهم سواء في البلدية نفسها أو في من خلال توجيه ساعات. كم اللي صحح وضعهم؟ تم تصحيح وضع حوالي 56. 56 هم عددهم كبير. رفعتوا المنع عشان يصحح وضعهم للوزارة مباشرة، الوزارة حطتهم في الخدمة المدنية صحيح؟ لا، رفعنا طعمة سعادة أمين الطائف مهندس محمد مخرج. ايه. وبالتالي رفع للوزارة. طيب. وجه البلدية بعض البلديات المرتبطة الطائف لتصحيح وضع بعضهم. طيب. وفعلا صح وضع. والباقيين هذولا يعني ترى عندهم أسر وعندهم عوائل، والمكرمة ما جاهم الراتبين، يعني هذه فرحة الشعب كامل، الناس كانوا فرحانين فيها، أنتم ما فرحتوا عيالكم اللي عندكم. الباقيين طال عمرك حنا منتظرين موافقة وزارة المالية على تعزيز البند ونصرف لهم. ما يعني حنا خلال السنوات الماضية 4 سنوات نصرف يوم البند كان يعزز. طيب. لأن البند خلال نهاية السنة هذه ما عزز. طيب. السؤال ليش تم تغيير وظائفهم من 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 عقود الى ساعات؟ هم تعيينهم على بند اسمه عقد عمل يومي. ما هو بنود. اها. بند عقد عمل يومي، وهذا وظيفه يعني زي ما تقول يعني ما هي وظيفه رسميه. طيب. معتمده ميزانيه بلديه. طيب، هل حنا ممكن نقول ان استاذ محسن شغالين على معالجه وضعهم لانه ما عندهم رواتب الان وعندهم بيوت وعندهم اسر؟ موضوعهم طلع، احنا رفعناه لسعاده امين الطائف وهو. ايه. حريص حقيقه، هو حريص يتابع وضعهم بشكل مستمر سواء من خلال البلديات المرتبطه او الوزاره او وزاره الماليه. ايه. ويعمل فعلا على ايجاد حل لهم من خلال على قول يعني تعزيز بند الرواتب او
وان شاء الله ان نتفاعل خير. يعني كم رواتبهم؟ اعلى راتب كم هو؟ هم تقريبا رواتبهم بحدود 3000 ريال. يعني 3000 ريال ما هي بذاك المرتب العالي اللي بيعجز أمانة الطائف. لا الإشكال طال عمرك تعرف الرواتب عن طريق وزارة المالية. عارف والله إني عارف، أنا عارف الحرج اللي عليكم. أمانة الطائف ما مقصر، يعني ما مقصر. أقول أنا عارف 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 الحرج اللي عليكم وعارف الضغط اللي عليكم، بس يعني قدر الاستطاعة أنه يعني تفتحون صدوركم قبل مكاتبكم للشباب هذولا بحيث انهم تسمعون منهم يعني، ونسعى قدر الاستطاعه انه يتوظفون هذولا، وراهم اسر وراهم عوائل ولا لا؟ والله طال عمرك احنا زي ما قلت لك، احنا وصلنا موضوعهم الى وظائف الماليه، بيض الله وجهك، وظائف لهم بيض الله وجهك، عن طريق طبعا سعاده الامين وسمو وزير الشؤون البلديه والقرويه اللي نتعب، ولكن ما الى الان وضعهم يعني المشكله صارت في الشهرين الاخيره الحقيقه اللي هي عشان الميزانيه، وان شاء الله نتوقع ان شاء الله مع الميزانيه ان وضعهم الى خير باذن الله، انك تبشرنا بوضعهم على الميزانيه باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، او قبل انتم اطيب ان شاء الله، يعني انتم ولا حتى وزاره الماليه ان شاء الله بعد انهم احرص منا على هالجانب. احنا نتابع الموضوع والتوفيق على الله سبحانه وتعالى. بيض الله وجهك استاذ محسن العتيبي رئيس بلديه الخرمه، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. أعلن مسؤول في وزارة العمل عن قرب الكشف عن لائحة جديدة من شأنها تشديد العقوبات ضد العمالة الهاربة تتولى هذا الموضوع وزارة الداخلية. لفت المسؤول إلى أن الإجراءات المتخذة ضد العمالة المنزلية الهاربة حتى الآن تقتصر على الترحيل من البلد، منوها إلى أن هذه العقوبة ومسؤوليتها تقع على عاتق وزارة الداخلية فيما تقع الغرامات على المشغل وليس العمالة. طالب صندوق التنمية العقاري بدعم موارده ب 30 مليار ريال سنويا لإصدار 60,000 قرض سنوي لمدة 10 سنوات مقبلة، وضمن تقريره السنوي للعام الماضي المعروض للمناقشة تحت قبة مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل عدد من المقترحات لمعالجة المعوقات اللي تواجه الصندوق، حيث اقترح توفير مبالغ دعم محددة لدعم رأس مال الصندوق على المدى البعيد ليستطيع رسم معالم خطة الإقراضية ودراسة الحالة الإنسانية والمالية لمقترضي الصندوق المتعثرين عن السداد ممن يثبت عجزهم عن السداد وتصحيح وضعهم لتعزيز قدرة الصندوق على إقراض منهم على قائمة الانتظار والعمل على معالجة مشكلة ارتفاع أسعار الأراضي. نروح فاصل ونرجع من ثاني، لا تروحون بعيد. همساي نتقصى الداخل، أوراق تتكشف وأجندة تحت المجهر، الخبر بدون قيود بملفات الخبير. همساي يأتيكم في الأوقات التالية. أعلنت وزارة الصحة عن وفاة فتاتين في جازان، إحداهما تبلغ 15 عام والأخرى 39 عام، بعد إصابتهم بفيروس الإنفلونزا الموسمية H1N1، كما تم خلال الأسبوعين الماضيين رصد 8 حالات إصابة في مركز التأهيل الشامل. أبانت الوزارة أن حالات الإنفلونزا الموسمية اللي تم تسجيلها في جازان تعكس الزيادة العامة في نشاط فيروس الإنفلونزا في مختلف مناطق المملكة، وهو امتداد لما يحدث في كثير من دول العالم خلال موسم الشتاء.
وطمأنت الوزارة الجميع أن الوضع لا يدعو للقلق، وأن حالات الوفيات اللي سجلت محدودة جدا ولديها ارتباط بأمراض أخرى. الكاميرا الإخبارية صباح اليوم خلال جولة على مركز التأهيل الشامل بجازان حركة طبيعية للمراجعين والموظفين على حد سواء. في البداية استقبلنا مدير مركز التأهيل الشامل بجازان الأستاذ أحمد جباري الذي رحب بنا وحرص على أن نرتدي الكمامات والقفازات لتلافي الإصابة بالعدوى بسبب عدم حصولنا على اللقاحات الضرورية للوقاية من المرض. الجباري طاف بفريق الراصد كل أقسام مركز التأهيل الشامل بجازان، حيث شاهدنا الموظفين في أعمالهم يقدمون الخدمات للمراجعين من جهة والرعاية والاهتمام لنزلاء الدار من جهة أخرى. هذا الأخ سعد البندر أخصائي اجتماعي، والأخ أحمد خواجي برضو أخصائي اجتماعي، يقومون بعملهم وعلى مكاتبهم ويقومون بخدمة المراجعين وبخدمة المواطنين وبخدمة هذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعا، وليس هناك أي داعي للقلق أو الضرر والخوف. المركز قائم بأعماله وبخدمته تجاه جميع المواطنين وجميع المستحقين من هذه الفئة. ورغم حدوث حالات إصابة ووفيات بإنفلونزا الخنازير بمركز التأهيل الشامل في جازان خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن الأوضاع كانت تسير بشكل طبيعي دون أي تخوف أو قلق. لا أبدا، كل شيء مكتوب واللي يصيبك هو مكتوب لك من الله عز وجل. عطونا تطعيم الحمد لله. خايفين ولا لا؟ لا عادي، احنا ولا خايف منها. الأوضاع طبيعية؟ لا لا عادي. ما في الشباب هنا مبسوطين؟ كيف الخدمة اللي تقدم لكم هنا؟ في مشاكل تواجهونها مع الدا مع هنا مع المركز؟ لا لا عادي. يعني ما في معاملتهم لكم كيف؟ تمام ولا؟ لا الحمد لله تمام، الحمد لله كل شيء تمام الحمد لله. صحيح. الصحيح. بدر كان أحد النزلاء الذي استقبلنا أمام صالات مركز التأهيل ليأخذنا في جولة أخرى على باقي إخوانه من النزلاء في مركز التأهيل الشامل بجازان. سمعت في المرض هذا يقول عندكم إنفلونزا هنا؟ سامع. سامع، خايف ولا ما أنت خايف؟ والله. نعم. طيب سووا لكم شيء طعموكم هنا ولا؟ أعطوكم تطعيمات؟ أيوة تطعيمات طعمنا. يعطيك العافية. الموظفون في المركز بدأوا مطمئنين للإجراءات الوقائية التي تم اتخاذها داخل المركز. الحمد لله الحالات كلها هنا مستقرة، الحالات اللي كانت مصابة أو مشتبه بالإصابة حناها للمستشفى، عملوا لها التقارير والتحاليل فطلعت حالات، ما بقيت إلا حالة واحدة إن شاء الله ومتماثلة للشفاء على بال ما ترجع إن شاء الله. أي ظهور لعلامات أي نوع حتى إنفلونزا عادية يتم التعامل معها بالخطوات الاحترازية المقدمة. الحمد لله طعمنا، اليوم لنا أسبوع من الطاولة. الله يبارك فيك. ويستمر الهاجس والخوف من الإصابة بمرض إنفلونزا الخنازير في جازان وسط عدم توفر اللقاحات وصمت من صحة جازان. لبرنامج الراصد عبد الله الفيفي جازان. شكر لمدير مركز التأهيل الشامل الأستاذ أحمد الجباري اللي أمس كان طالع معنا، لأنه كان في إشاعات كثيرة على المركز وأنه يعني في وفيات كبيرة وفي مشاكل، فظهورهم اليوم في هذا التقرير وظهور أمس معنا باتصال هاتفي يعني كان يعني حجر أمام أي إشاعات جديدة على المركز، هذا اللي كان يهمنا. إلى موضوع آخر، حيث أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن شروط التقاعد المبكر الحالية تشكل خطر على نظام التأمينات في المستقبل، إذ لا يوجد حد أدنى لعمر التقاعد المبكر، بالإضافة إلى عدم وجود ضوابط للحد من تكاليفه. أشارت المؤسسة في تقريرها إلى أن تكلفة التقاعد المبكر كبيرة، إذ بلغ عدد المستفيدين في فرع المعاشات التقاعد المبكر قبل بلوغهم 60 عام عام 2014 أكثر من 66 ألف شخص، يصرف لهم أكثر من 770 مليون ريال شهرياً، تمثل نسبة 61% من مجموع المبالغ الدورية لفرع المعاشات اللي تصرفها المؤسسة شهرياً. أضاف التقرير أن استمرار الوضع بهذا الشكل يعد خطراً مالياً، لن تستطيع المؤسسة مستقبلاً الاستمرار في دفع تكاليف التقاعد المبكر وسيتطلب دعماً من الميزانية العامة للدولة. وبينت المؤسسة أنها بحاجة لوضع حل لهذه المشكلة أو إيجاد مصادر تمويلية إضافية تعادل التكاليف التي يسببها التقاعد المبكر.
معي من عبر الهاتف مدير عام التخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأستاذ نادر الوهيبي. أهلا أستاذ نادر. حياك الله. يا هلا والله وسهلا. يعطيك العافية. الله يعافيك. يا هلا وسهلا. ممكن تكلمنا عن الخطر اللي يضر بالمؤسسة والمحدق بالمؤسسة جراء التقاعد المبكر؟ شكرا جزيلا على إتاحة الفرصة. الحقيقة يعني أنظمة التأمين الاجتماعي موضوعة على أساس أنها تؤمن في المشترك أو المواطن في حال فقد الدخل من ثلاث حالات اللي هي العجز والتقاعد بسبب الستين أو بلوغ السن، يعني بلوغ سن يعجز معها الواحد أنه يكمل عمله، والشيء الآخر اللي هو الوفاة وتأمين أفراد عائلته بتوفير مصدر دخل. اللي حاصل عندنا في الوضع في التأمينات الاجتماعية مؤخرا أنه نسبة المتقاعدين مبكرا لاحظنا أنها في ازدياد مستمر، وسوينا دراساتنا التنبؤية والدراسات الاكتوارية اللي تتنبأ بتكاليف الظاهرة في المستقبل، ووجدنا الحقيقة أنها تكاليف مكلفة جدا كبيرة جدا لن يستطيع الصندوق بالوفاء بها إذا استمرت على نفس الوضع اللي هي عليه. ليش؟ لأنه الحقيقة الآن بدأت تتقاعد في سن، أو سن التقاعد عندنا 60 سنة. طبعا الناس اللي تتقاعد مبكر تتقاعد قبل سن 60، معناها أنها تصرف معاشات بسن مبكرة. فصرف المعاشات بسن مبكرة معناها صرف المعاشات لمدة أطول، معناها أنا لازم يكون عندي أموال أكثر لتمويل هالمعاشات. والحقيقة أنه إذا زادت الظاهرة هذه واستمرت على الوتيرة اللي هي عليها الآن سنواجه مشكلة في المستقبل. طيب. وهذا من واجبنا حنا في المؤسسة أن حنا نوضح الوضع هذا للمشرعين وعلى أساس يتخذ فيها القرار المناسب. طيب، استثمارات المؤسسة ممكن تحكينا عنها؟ يعني استثماراتكم كبيرة ترى. صحيح، استثمارات كبيرة، ولكن بطبيعة عمل المؤسسة ليست مهتمة بما يتم تحقيقه الغد ولا بعد الغد. استثماراتنا على 60 سنة قادمة. أنا لما يتوظف واحد ابني أو ابنك في القطاع الخاص ويدفع ريال للتأمينات، التأمينات مسؤولة عن الوفاء بالريال هذا. الريال هذا كم راح أدفع له بعد 60 سنة؟ لذلك دراساتنا إحنا نتكلم عن شيء طويل، ما نتكلم عن شيء السنة القادمة أو اللي بعدها أو حتى على مدى 10 سنوات. استثمارات كبيرة، بعضها داخل المملكة وبعضها خارج المملكة طبعا. طيب. بعضها في سوق الأسهم وبعضها في يعني أجهزة استثمارية أخرى طبعا، وتخضع لأحكام استثمارية. يعني أنا سؤالي عن الاستثمارات، لأنه استثماراتكم تعتبر من الاستثمارات اللي تعتبر الأعلى في المملكة واللي من زمان شغالة المؤسسة عليها. نعم. فإذا أنتم بديتوا تشتكون الحين، أجل في جهات أخرى يجب تشتكي قبلكم. مثل ما قلت لك، أنا أتكلم عن خطر يجيني بعد 60 سنة اللي هو يمس معاشات أبنائنا وأبناء أبنائنا. ما أتكلم عن خطر يجيني بعد 5 سنوات أو 10 سنوات. طيب، إيش النظام اللي الآن موجود للتقاعد المبكر؟ الشروط موجودة الآن للتقاعد، اللي طبعا شروط اللي هو اشتراط الاشتراك أو الاشتراك في التأمينات الاجتماعية لمدة 25 سنة أو 300 شهر. طبعا ما في حد أدنى للعمر، مجرد أن الواحد خدم لمدة 25 سنة أو اشترك دفع اشتراكات. بس شلون توضح لي بس ما في حد أدنى؟ ما فهمت. يعني أقصد في الدول العالم الأخرى دائما إذا موجود نظام تقاعد مبكر يقولون لك لا يقل عمر المشترك مثلا عن 58 سنة أو 60 سنة للتقاعد المبكر. إحنا عندنا ما عندنا حد أدنى للعمر، نقول كيفك تقاعد متى ما تقاعدت إذا دفعت لمدة 25 سنة أو طيب. 300 شهر اشتراك. ممتاز. كم يأخذ من الراتب إذا 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 كان على سبيل المثال مرتبة 10,000 ريال، إذا جاء تقاعد بعد 25 سنة كم يأخذ من الراتب؟ يعني نتكلم عن بشكل عام جدا. أي. طبعا إحنا نأخذ متوسط الأجور لآخر سنتين، لكن بشكل عام جدا حوالي 6,200 من 10,000. يعني نتكلم إنه يأخذ هو 62% تقريبا. كم؟ 62%. 62%. نعم 62%. المؤسسة عندكم جدا منظمة، وطالما هي قاعدة تدرس على بعد 60 سنة فهذا يعني استباق للأحداث. هذا واجبنا طال عمرك. أي مشكورين. نبي نشوف إن شاء الله إنجازات المؤسسة الفترة الجاية. ننتظر أيضا مشاريع أنها تنتهي، المشاريع اللي جوا المملكة واللي أيضا خارجها بمشيئة الله. أخوي نادر الوهيبي مدير عام التخطيط والتطوير في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شكرا لك، ونشكر المؤسسة أنها حاطة زي هالشباب موجودين مدراء إدارات. شكرا لك. ابتكر الشاب هشام الزهراني أنبوب آمن لإيصال أسطوانات الغاز المنزلية بطريقة آمنة وسهلة تحد من المخاطر الدائمة اللي تحوم حول أسطوانات الغاز وأدواتها الحالية غير الآمنة على الإطلاق. كما يوفر الأنبوب المبتكر الحماية اللازمة لاستخدام أسطوانات الغاز في المنازل وفي غيرها من الأماكن الأخرى كالمطاعم والبوفيهات.
وقد تحقق حلم الشاب هشام بالحصول على براءة اختراع هذا النموذج الصناعي من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية. قام الزهراني بالعديد من المحاولات لاستثمار هذا الاختراع المفيد من خلال إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع كميات كبيرة منه وتسويقه، لأن جميع محاولاته باءت بالفشل، ليصطدم حلمه بمعوقات كثيرة أبرزها عدم تجاوب التجار مع دعم ابتكاره الوطني. وينضم لي من مباشرة من مكة المكرمة مخترع أنبوب أسطوانات الغاز الآمن في هشام الزهراني. أهلا يا هشام. حياك الله. مشتين بقبلنا يا هشام، برد واضح عندكم. هو شوي برد عشان بس الخلفية. طيب. طيب. أعطيني حكاية الابتكار هذا يا سيدي، أنا أبغى أفهم إيش الابتكار اللي أنت سويته عشان أعرف ليش التجار ما قاعدين يدعمون ابتكارك. هو أنا رحت لكذا مؤسسة، إيه، وبعد ما سويت دراسة جدوى وبعد ما سويت الرسوم الهندسية، طيب، ورحت لكذا تاجر وقدمت المشروع، إيه، بس انه يعني التجار يعني كانوا كل واحد مشغول. طيب هشام، انا ابغى اعرف حكايه الاختراع هذا عشان نقول للتجار ليش انهم ما جو معك. ودي اعرف ايش يفيدنا فيه هذا الاختراع، ايش يفيد فيه الشركات، ايش يفيد فيه الشخص في بيته. معي يا هشام؟ الو، معي يا هشام، تسمعني؟ الو، هلا يا هشام. ايوه معك. اقول لك ودي افهم ايش فائده الاختراع هذا لي في البيت او لي كمان في المصنع او في البوفيه او في المطعم، ايش فائدته علينا احنا، ايش اللي بيرجع لنا منه؟ هو فائدة الاختراع يعني يستغنى الواحد عن المعدات المفكات او المفكات المربعات والمفكات القلاويز، يعني بيكون بيوصل بهذه الطريقه، يعني بيكون أيوة. بيوصل شو اسمه التوصيل، بيوصل ما بين الفرن وما بين الاسطوانه شو اسمه يعني خرطوم سهل الاستخدام، امن، يعني يوفر السهوله والامان. ما يسرب غاز هذا؟ لا ما يسرب غاز، لأن التخطيط الهندسي ايه؟ يعني بجودة عالية وإن شاء الله ما بيكون يسرب غاز، في ضمان يعني ضمانات. طيب أنت الحين صنعت منه عدد ولا فقط شيء للتجربة؟ لا أنا رحت للمصانع اللي عندنا في الغربية، أيوة، على المصانع اللي في جدة هنا، وسألت يعني هنا وهنا وبحثت، مشطها تقريبا تمشيط. أيوة. رحت استفدت منهم إنه لازم التصنيع الابتكار الجديد، أي ابتكار جديد لازم يكون من الصين أو من الدول الصناعية الكبرى المعروفة. طيب وأنت عندك براءة اختراع؟ طيب أيوة عندي وثيقة، بس التصنيع لازم يكون من هناك، يعني من الدول المصنعة. أها. طيب والشركات هذه ما قالت لك لا والله ما أقدر أدعمك؟ لا، هو الدعم يعني بيحتوي التصنيع وبيحتوي المستودع، يعني هي المطلوب كله من الدعم مستودع ومكاتب وسكن. هو اذا كان نحن بنصنع من هناك وبتيجي عن طريق الجمارك وكذا وخلاص بيتم التوزيع هنا في البلد. ايوه، لكن ما لقيت اي تجاوب الى الان. لا. طيب انت وين عملك يا هشام؟ والله شغال في شركه عاديه. يعني الفكره هذه كيف جت معك؟ هي جات قبل فترة، لأنه في البيت كنت أنا اللي بعمل في يعني بربط الغاز وبشتغل فيه، ففكرت فيه ممكن يكون في تطوير يعني سهل، لأنه في تسرب وبنتأكد على طول، ويعني أنت عارف خايف على طول من وضع الأسطوانة في البيت، يعني دائما مخيف الأسطوانة في البيت. أيوة، بس هي نحن بنتأكد من التسرب رقم واحد، رقم اثنين الصعوبة، يعني اي لازم في واحد يعني زي الاهل مثلا اذا كان احد بيركب الانبوبه لازم بتواجد انا ولا اخويا ولا احد من الشباب. صح صح. فانت المعاناه اللي في البيت انعكست على وصار طلعت اختراع. ايوه يعني كويس، خليك تعاني من اشياء ثانيه في البيت وتسوي لنا اختراعات فيها.
يا رب إن شاء الله. طيب الخطوة الثانية الآن، أنت ما لقيت دعم من بعض الجهات، وين ناوي تروح الخطوة الثانية؟ هو أنا بوجه نداء للسادة التجار والمسؤولين أنهم بيساعدونا، لأن نحن بنبتكر ونحن يعني بنروح وبنيجي وبنتعب، فلازم يكون في دعم مادي ومعنوي. نحن محتاجين، أنا اللي محتاجه دحين دعم مادي، محتاج دعم مادي. طيب عشان نكون صريحين مع التجار أكثر، كم يحتاج هشام الزهراني عشان الاختراع هذا يوصل لبيوتنا؟ هو تقريبا على حسب الدراسة 500,000 فقط، 500,000 ريال، والأرباح السنوية تعدى 1,600,000 تقريبا إن شاء الله. ولا حصلتها؟ مو هو يعني نحن بنحاول نوصل الصوت بس. ما احنا قلنا انك تكون موجود معنا يا هشام عشان نوصل الصوت هذا، لعل في احد التجار يعني يدعم الفكره هذه، المعاناه اللي في البيوت يعني اللي ما عندهم اسطوانات ما بيشعرون فيها، يعني ها اعتبروه لاعب كوره يعني مكافاه موسم شيء كاس اي شيء. قول لي كلمه يا هشام ثانيه، لانه هذا التجار بيزعلون علينا خصوصا يدعمون الانديه. كلمة أخيرة يا سيدي. أتمنى من السادة المسؤولين، أتمنى من يعني أن صوتي بيوصل، وأن نحن يعني صراحة أنا سويت كل، رحت في كل الطرق، دقيت كل الأبواب، ما بقي إلا يعني باب الله، وأنا أدعي نحن ونحاول نوصل الصوت. باب الله مفتوح دائم يا هشام. الله يخليك. وباب الله يعني إن شاء الله أنك ما يخيب رجاك يا رب. اعمل والباقي على الله سبحانه وتعالى ان شاء الله، ويعني ان شاء الله بيعتبرونك يعني واحد من اللاعبين الكويسين اللي حققوا لهم مركز ثاني ولا ثالث نهايه الموسم. شكرا لك يا هشام الزهراني، يعطيك العافيه. احنا حرصنا انك تكون موجود، لانه الاختراعات اللي يقدمونها الشباب في البلد يجب ان تدعم دائما. شكرا يا هشام. هلا. أكدت شرطة منطقة الرياض أنها حددت هوية الأشخاص اللي أطلقوا النار في أحد شوارع محافظة وادي الدواسر، مشيرة إلى أنه جاري العمل على ضبطهم. أوضح ناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض العقيد فواز الميمان أنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي المتضمن قيام شباب يستقلون سيارتين بإطلاق النار في أحد شوارع محافظة وادي الدواسر، وعلى الفور تم تكليف شرطة المحافظة بالعمل على معرفة هوية من قاموا بذلك وسرعة ضبطهم، حيث تبين أن أسباب ما حدث كان بسبب مرافقتهم لموكب أحد الزواجات المقامة لأحد قصور الأفراح بالمحافظة. يا كثر ما نصيح في هذا الموضوع. لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون بإصابات متفرقة إثر حادث اصطدام على طريق أبو عريش المؤدي إلى محافظة العارضة. أوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جازان أنه تم تقديم الخدمات الإسعافية ونقل المصابين للمستشفى، لافتا إلى أن الإصابات ما بين حرجة ومتوسطة وبسيطة. كشف مطور منتدى الخدمات الإلكترونية 2015 المهندس مجدي بخاري عن إنفاق المملكة على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات نحو 100 مليار ريال سنويا. وناقش المنتدى في المدينة المنورة بشعار بنزاهة واحترافية رفع جاهزية الخدمات الإلكترونية ونموذج المراسلات الحكومية الإلكتروني ومشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية. من المقرر أن يتم إعادة فتح نفق طريق الملك فهد المتقاطع مع طريق الأمير نايف بالدمام السبت المقبل، هذا بعد ما تمت أعمال الصيانة اللي بدأت قبل شهرين في وقت قالت فيه أمانة المنطقة الشرقية أنه طلبت من الناس تجنب أو طلبت من الشركة تجنب أي تأخير في إعادة افتتاح النفق أمام الحركة المرورية بعد بلوغ نسبة إنجاز المشروع وصيانته بنسبة 100%. أطلقت مصممة الأزياء أروى الحميدان مجموعتها الأولى في تصميم أزياء الأطفال، حيث تعد أروى هي أصغر مصممة أزياء،
وأحد أوائل الأطفال الناشطين في المجال التطوعي والاجتماعي، وحققت قاعدة متابعين كبيرة، وأثبتت استحقاق الطفل وقدرته على تحمل المسؤولية الاجتماعية، هذا بعمر لا يتجاوز 10 سنوات. وكانت أصغر مدربة للأطفال في العديد من البرامج، آخرها كان في مخيم صيفي، مخيم هبات الصيفي، كما حققت العديد من الإنجازات على المستوى التطوعي والاجتماعي، حيث شجعت الكثير من الأطفال على التميز وإظهار المواهب وتجربة التطوع، ونالت شرف أن تحوز على لقب أصغر متطوعة لدينها ووطنها. أروى كانت بتكون معنا من القصيم، لكن يعني لظرف طارئ عندها أجلنا ظهورها إلى يوم الأحد، بتكون هنا بإذن الله، يعني عشان نشوف أروى هذه اللي قاعدة تسوي كل هالشغل، ونتفاهم معها حول آخر الموضة اللي هي وصلت لها مع الأطفال. حصل المهندس أحمد الفيفي على جائزة أفضل قيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قطاع تقنية المعلومات. الفيفي بعد أن شغل عدة مناصب قيادية في قطاعات وشركات وطنية رائدة، عمل جاهداً على استغلال الفرص المتاحة بشكل أكبر ضمن أسواق المنطقة، ولعب دور حاسم في وضع الخطط الطموحة لتطوير أعمال الشركة ضمن قطاع الاتصالات، مما أهل لنيل هذه الجائزة. أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب، القائمة الطويلة لفرع أدب الطفل اشتملت على مؤلفين لسعوديتين هما منى العتيبي ونوف العصيمي، ضمن 12 عمل من أصل 117 عملاً مرشحاً ينتمي مؤلفوها إلى 17 دولة، معظمها جاءت من مصر ولبنان والعراق والأردن. وتستعد نوف العصيمي بعد ترشحها للجائزة لتوقيع مؤلفها في معرض جدة الدولي للكتاب، معتبرة أن أدب الطفل يعد بوابة السلام والعالم الأول للحكايات، وأشارت إلى أن حرمان الطفل من هذه الكتب يعد خسارة كبيرة، داعية إلى العمل بجدية توازي أهمية هذا الدور. في كرة القدم، حل قائد الاتحاد محمد نور في المرتبة 5 على قائمة موقع ترانسفير ماركت لأكثر لاعبي كرة القدم وفاءً لأنديتهم في السنوات الأخيرة، هذا على مستوى العالم. لكن الهلالي محمد الشلهوب حل في المرتبة 11، حيث قضى نور 19 عام في فريقه، تخللتها فترة انتقال أو إجازة بسيطة في نادي النصر، فيما لا يزال يدافع محمد الشلهوب عن القميص الهلالي الأزرق منذ 18 عاماً، ولم يعتزل النجمان السعوديان حتى الآن، وإن شاء الله يستمرون. كشفت دراسة لجامعة أدنبرا أن القطط تشبه في سلوكها كثيراً أقاربها من الأسود الأفريقية، فهي عنيدة وصيادة وانفجارية الشخصية. وقارنت الدراسة سلوكيات القطط مع نظيراتها من القطط البرية والنمور الثلجية وغيرها، لتكتشف أن القطط ما هي إلا أسود صغيرة يمكن أن تصبح خطيرة لولا حجمها الذي ساعد على إمكانية تربيتها في البيوت. وأشارت الدراسة إلى أن القطط عندهم حس الاصطياد، ولو كانت القطط أكبر حجماً لافترست الإنسان. احنا جبنا الدراسة عشان موضة القطط هذه اللي صايرة منتشرة في البيوت الحين، يعني يعرفون ما عندهم قطط أسود لو كانت كبيرة. طيب، إلى قصر مارد. هذا القصر يعد من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية بمنطقة القصيم، ورغم تعاقب القرون والسنين ظل القصر شامخاً بمعظم مكوناته إلى أن أنهكته عوامل التعرية. من أبرز المعالم الأثرية والتاريخية بمنطقة القصيم بقايا قصر مارد، حيث يبعد كيلوين شرق عين بن فهيد في محافظة الأسياح بمنطقة القصيم. وعلى مدى القرون الماضية ظل القصر شامخا بمعظم مكوناته إلى أن أنهكته عوامل التعرية وطاله عبث الإنسان في السبعينيات الهجرية، حيث لا يعرف تاريخ بنائه
إلا أن أكثر الروايات ترجح بناءه في القرن العاشر الهجري على شكل حامية عسكرية بواسطة ما عرف بسلطان مارد، الذي يقال أنه أرسل من قبل أحد ولاة العراق على رأس فوج من 1000 مقاتل لحماية الحجاج من غارات اللصوص. وتشير رواية أخرى إلى أنه تمرد على الدولة العثمانية فانفصل بجنوده، ثم التجأوا إلى هذا المكان الذي شيدوا به القصر على شكل حامية عسكرية على رأس ربوة صغيرة على هيئة قصر مارد المعروف بالجوف، وبنفس مواد البناء المعتمدة على الحجر الصغير الذي يعرف بالطين المحروق، ولهذا السبب سمي بسلطان مارد. وقد اختلفت حول سلطان مارد الروايات أيضا، وهل هو عربي أم أعجمي أم كردي أم رومي أي تركي، حيث كانت كلمة رومي تطلق على كل أوروبي. بدر بن مشعل، الإخبارية، الرياض. مشاهدينا، تدايم عين الراصد راسلونا على وسائل التواصل الظاهرة الآن أمامكم على الشاشة. شكرا لكم، شكرا لتفاعلكم على الواتساب. دايم ناس كثير يرسلوننا، نعتذر ان ما نرد عليهم، ولكن صدقوني كل رسالة تحظى باهتمام. نجدول اغلب الرسائل وبإذن الله تظهر لكم على الشاشة قريبا. شكرا لكم، نشوفكم على خير، كنا من الأحياء يوم الأحد بإذن الله. إجازة سعيدة.